عيال وش ذا البلة؟ متأكدين ان احنا في الصياد ولا في التيون؟ ولا بلوناس والله ما توقعتها كذا يا جماعة. انا مشتي كبدة حاشي. هم بعاد كبدة حاشي. قاعد في مضاربة انا وانت كل تجمع تشوفه تقول مضاربة. دزها دزها ياسر خلينا نشوف ايش السالفة. يلا 600 شكلهم يحرجون على بعير يا غبي. دي ناقة ما هي بعير. هي بالله صدقت أشهد بالله أنك راعي نظر هذه ناقة ما هي بعير. يهوه والله يا أنت أفهم يا كفتة ما شاء الله عليك. أيوة أنا عندي فراسة في الحيوانات. خلونا نقرب منهم. 700 750 850 مليون. مليون. كم العادي كم؟ كم العادي كم؟ سود مية عادي. مالي دخل فيك. والله العظيم يا أخي. يلا هلقم نسوي فيها تلعب فيفا. أحد عنده زود خلصتم. من اللي أخذ الناقة؟ عامر. وبكم أخذها؟ مليون. آه يا أبو معجباه أنا من السنة اللي طافت بايعها يوم الديون حدثني والحين اليوم أنا جاي عشان استردها ورجعها. أقول راحت المليونين. يدي طب طب يدي شوي يدي عورت. أجل غراضة. 3 مليون. 4 ملايين. طب يدي فك يدي عورت. 5 كل 5. مبروك مبروك ال5 مليون يا عامر. سدد المليون و4 مليون حلال عليك. أقول عسى ما حد ينسانا من 4 ملايين. ملايين. لأنه جيهنا وجيه خير عليه. عليه. ومن حضر القسمة يا شباب فليقتسموا. يقتسموا. صحي لسارك. مرحبا أبو. حي الله الشيخ عامر. تفضل طول الله عمرك. يا ابوي افتح لك مطعم بخاري مانتو فرموزه كبيبه زي اللهب. وش مانتوها انت اللي ناخذنا قطعه ارض بذا ونزرع نخل وما صنع تغليف. ما عليك منه يا عامر. اسمع كلامي. افتح لك لاونج في التخصصي وجيب لك احلى فنانين. يا عيال في مباراه اليوم؟ لا يا ابوي. اجل من ذولي هلا والله اتحداك يا كبير. سلامات سلامات. المفروض باثريوت فوق المركز الاول وربع بنطامي فرحانين بالفوز. مبروك مبروك تستاهلون. مبروك 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 تستاهلون يا عيال. جو التحديات عندهم البطل. انا قررت ادخل معهم واخذ لي واحد مفروض. بس يا عامر حنا يبيلنا واحد يفهم ذا الامور. تراها يا شباب يعني بعاريم هي الدجاج. قف عليك. وين راح كفتة بالكفاتي يا حبيبي؟ كفتة هو راعي نظر. اسألها وانا بالمكفت. اتحداك يا ابن مكفت. حاشي. أما عاد حاشي يا كفتة عطنا العلم هي تصلح ولا ما تصلح؟ أقول يا كفتة افحص زين لا تنكبنا تراها فلوس. أنا
كم وزنه؟ وانت بتوديه للمقصب اولاه بعد يا الفقار والقويصر بالكاتب. هب كنتوا جايين تشترون ولا تستابلون اذا ما معكم 700,000 ريال ولا الخلا. سلامات يا ابوي، والله لو انها جايب لك زز. هبك ما تدرون وين بالفيه، هذا القعود على بارود بن صاهود بن جلمود. لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مبين عليه ولد اصول ادب رزه وبراطم. يا ناس عليه يا استاذ. ولد بارود هذا ايش اسمه؟ ما بعد سميته، واللي بيشتريه يسميه مجلعد، وانا اللي بشتريه علشان تعرف انه ما نطقطق. هذا اكيد احد مرسله من منافسينا. ما قلت والله يا ابو قبلان، هذا واحد يدري براسه ولا يدري وين ربه حاطه. هذا شكله من الحذران اللي ابوه يعطيه دراهمات وقال روح تمش في الصياد. هب يا الحذري، ما لقى يتمشى اللي عندي هنيه، لكن هين تمشيته هذه بتخليني يمسك ذمه واسمع على علبه. اوريك يا ابو الاغابيب. يا عيال ذا وراه تاخر، الشمس بتغيب، نبي نروح نريح. بشركم يا عيال نقلت الملكيه الحين. يا عامر انت شاريني الدينه ولا القعود؟ لا شاري القعود، بس ترى الاجراءات مو بسهله، في شريحه بيانات تنقل المعلومات كلها حقت المالك الاول وتجي لي. يا الربع لقيت لكم اهل القعود، شباب طيبين ودقاق ورقاق وحلا. من معي؟ انا عامر. من وين؟ من حي السلي. ونعم. وين؟ سكوش جده حي الهندويه. كفته رعي نظر من الجرادية. ياسر من الشفا. تركي من ام الحمام. صالح من القصيم. خذيت المفروض وسميته مجلعد وبتحدى فيه بالمفاريد، ويا بعزها ولا بعزاها؟ لا والله في عزاها، في عزاها ان شاء الله. كوفو يا راعي مجلعد، ترى المنافسه حاميه واشوفك واثق من نفسك. اي بالله واثق، واثق ومن تفخ راسه، لكن الراس هذا الله ما ينسمه غيري انا. الثقة بالله اولا، ولكن فعولنا في الميدان، واللي في راسه شيء يجي للميدان. تحسي وتعقب ان شاء الله اني لفرك هشمه. يا ابو قبلان يا اخوي ربعتني، الله يربعك. وش علمك؟ هل معذر هل معذر، يقولون عنده واحد راعي نظر هو اللي اختار له القعود. راعي نظر؟ هلا هلا الغليم اللي انا شفته هذا وخوياه اللي معه، والله يا زول ما هو زول ناس يبين يجيبون واحد راعي نظر، لكن نكمحهم راعي نظر. وش اسمه؟ اسمه كفته يا ابو قبلان. جعل والله يكفي تهشر، خل كفته. عال عال كفته، تعيد تعيد، هلا في اسلام عري تعيد. وكذا هو هذا طاوي الجوع، هذا يدور العيشه. ما هو جوال واحد طال عمرك يدور بالومزاين، لكن هين هين يا ريجين. الوعد الوعد، الميدان الميدان يا ميدان. هذا وش جابه؟ شوف اللي رفعه المزاد، طلعوا اخوياو. هذا نظامكم؟ اقول يأشين السرج على البقر. الغليم يقول لك تحداني انت. انت ورا ما تقش خوياك هذول اللي معك وتروح تلعب بلاي ستيشن، ابرك لك. لا تجي تحدى عطران الشوارب. اقول يا عطران الشوارب، الوعد بالميدان. أنت ما تعرف من تلاعب. هذه حقة بلاي ستيشن. ها؟ حقة بلاي ستيشن. أنت ما تعرف من تقاوم. هذه حقة مواتر. بعد. أنت ما تعرف وبس. يا شيب عيني شيبة. ولد أبك انفست علي. والربع كلهم يشهدون وكلامي أنا مثل السيف. انفست علي. ترى إلك منقية إلك أنت لحالك. اشهدوا يا رجال، يا رجال خلكم شاهدين. الرجال يقول انفست عليه يعطيني ناقة المنقية. انا شاهد، انا شاهد ان شاء الله الناقة ناقتك المنقية. لا والله القمزة القشرة تلطك انت خوياك. كل منقية ما هي بناقتي، المنقية 20 ناقة. انفست ترى هيك، لكن ما فزت، وفزت انا
قعودك قعودك نقصبه وبنتعشاها انا ورا يجي. سلامات يا كابتن، تبغى يقصب قعود ب 700,000؟ احنا فين؟ قوم يا واد. هذا والله اللي مشاركته ما هي في محلها. اقعد اقعد اقعد، هذا تحدي. من كان خويكم يبي ناطح الرجيل وصام خروس يتحدى، وان كان ما هو بكفو برخمه يهز على شحم ويقعد. اقول تم وانا راعي مجلعد. نتوجه، نطلع، الفائز بالمركز الأول مجلعد العام. اليوم معي صاحب الانجازات والنواميس، صاحب النظره الخارقه الحارقه بمجلعد الدق الرق والحلا الاول، وقفى بمنقيه ابو قبلان. هلا والله وسهلا. الله حيا. ارحب ارحب. وش التخطيط والخطط؟ انا ما خططت، وانا اخوك، احنا طالعين نكشت بالصياد انا والربع، تمام؟ وجدت بفضل الله، الحمد لله والشكر لله، اخذنا المركز الاول. وش ذا الثقه يا عمر؟ يا ابن حلال، انا راعي الشناح، راعي الظهير، راعي الضمير، راعي الرب وهسلي. يا وش كذا يا عم؟ امزح معك امزح، انا راعي مخرشوف يا ولد. ثقة. عفو عليك. وش توعد جماهيرك؟ اواعدهم بشتات، اواعدهم بالمنقيات، اواعدهم بالفردي، هم يختارون ولا لا يا عيال؟ وين اللي يتحدى؟ وين تلقى الثقة؟ انشر السناب ذا في كل مكان، شيروا شيروا. وافي يا كلن. عفو عليك. خالك نخبة النخبة يا عامر. مشكور يا عريض. والله وستطرع منقيات ود عمي عزيم هلال عزيم هبول. عفو عليك، انت يا صالح من اليوم ورايح وكيلي. لا لا وقف 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 وقف. وش ذا يعني؟ شلون علي يعني؟ عشان ولد عمك جاي تحط وكيل؟ ايه عشان ولد عمي. عندك شيء؟ لا تخاف يا تركي، انا ابى احطك مسؤول عن العلاقات العامه، مسؤول عن الشعر والاحتفالات. ايض الله وجهك. لا يا شيخ، وانا تبي ادز الاستراحه. عفو عليك، انت خوي يا ابوي، انت مسؤول عن السناب والمواكب، ابيك تشتري لي جي كلاس وشاص وجيب لكسس. اوكي ابشر بها. اي يا ابوي، انا ايش مهمتي يا ابو خربوش؟ اقول الله يخلف، بس اسمها ام خرشوف، لا يسمعك عريج ويدور لك. انت مسؤول التغذيه والتعليف، وانت كفته راعي نظر زي ما قلنا لك. انت نصاب شغلتنا راعي نظر ولا شفنا منك ولا ريال. أنا نصاب يا تبابي. إيه لحظة، لا انتبه انتبه، تغلط على الشيخ عامر، انتبه. أنت حرامي، المفروض تعطيني 1,000 ريال لأنه أنا اللي اخترت المفروض. أقول ليتك جبت صامولي. دزها دزها الاستراحة كعابي، ما نحتاجك. يلا هين، الوعد قدامي عامر. أقول انقلع يا الدرثوم، انقلع. كو 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 كو. وكذا ما هو بالرجال راعي النظر اللي يشتغل عند عامر؟ ها؟ إيه والله إنه هو. صفت صفت. مسيت بالخير. مساء الجن والعفاريت. أفا، وش فيك أنت؟ عامر النصاب ما أعطاني حقي وطردني. عامر طردك؟ أمشي معنا، ومالك اللي يدس بشاربك. أنا جعان، أبغى أروح بوفية أكل كبدة. تعال معنا، ومالك إلا تيس كامل. تيس أمانة. هيا هيا يا ألفي العافية يا أبو الكفاتي. شر والله بالخير. أنت من يوم تركت الغليم هذا وعفشه اللي معه عزلك تبى تلقى خير. شر والله بالخير. أقول لك في أنا كلاوي أب قدامك الشحم واللحم، تقول لي كلاوي؟ أب دورها منا ولا منا؟ ولا تصدق شخوية طبيك الجوع أنت.
تبى تاكل انقذ وكل معي يا اخوي. يا اخوي وجهني يستاهل. خلاص ارفق ارفق عليه ارفق عليه هذا بالكفاتي هذا. اقول يا بالكفاتي اباك تشتغل معي. وبعطيك ميزانيه مفتوحه. لكن ها ما باك تنقال الا الشيء الطيب. ابشر بها ما نعب منك بيت. اقول لك ابغى كل يوم تيس كامل. يلا. حلو حلو يا ويلي. يضحك يا سكين سكينه. ابشر ابشر والله فخار. تبي الصدق يا ولد عمي؟ يبي لك عالم، يبي لك ربع، يبي لك تحالفات. على العموم التوجه للصياد، قال عش عندي بمخيم الليله. اقول لك هذا اشقح ولا مغر ولا مجهم؟ انت ما شايف عينك؟ يا ابني ما شاء الله عليك كأنك جاي تدور على الحلال الطيب. ياوا أنا الشيخ بن مكفيت رأي النظر، كل اللي فازوا أنا اللي نقيت لهم حلالهم. وأنت بتشتغل عند مين؟ أشتغل عند أبو قبلان، كلفني أشوف له حلال طيب. وليش تغلب حالك؟ أنا رح أريحك وأخليك ما تجيب ولا تشارك إلا بالشي اللي عليه القيمة. أنت رأي نظر؟ لا أنا اللي بخلي راعي النظر عنده نظر، بس أنت خليك معاي رح تكون رضيان انت وابو قبله. نرحب بكل من حضر ونقول ما قصرتوا بيض الله وجيكم. رحبوا معي بضيوف صالح شباب القصيم. شباب القصيم. وهنا منهم ضيوف ياسر شباب تركي الاول. تركي الاول. ومن هناك هناك منهم هناك ضيوف الشيخ عامر. ضيوف الشيخ عامر شباب حي السري. حي السري. وهناك منهم هناك ضيوف شكش من جدة للرخاء والشدة حي الهندوية. مرحبا حي الهندوية. مرحبا. وهذول عاد أصدقائي أصدقائي الحي أم الحمام. شباب أم الحمام. وهناك منهم ما أصدق الشيخ عامر. الشيخ عامر البطل السيف الجبل الحمام. الحمار. الحمام الحمام. واسمع لي يا شيخ عامر اقدم لك شاعر الجزاله، شاعر الادب، شاعر الثقافه، انه شاعر الليل عزوز الليل. ارهب ثم ارهب ثم ارهب. جينا نشارك ونبارك لنا المجلدات. مجلدات مجلدات. جينا نشارك ونبارك للاعلى المجلدات. جينا وفروسنا سطر وتشيش. حي الله عامر والقعدان والمفطحات. ولا تنسونا يا اخوان من الاكراميات والبخشيش. انت جاي تشحد هنا؟ جاي اقتات عن طريق الشعل. يا عم اقتات عن طريق شارع المنصور في مكه. طس هناك اذلف. عريج حي عريج حي عريج. حلوى وسلوى. والثقة يبقى ثقة في محل الشيخ عامر جاله عامر راعي مجلعدات الجزيرة. معركة بكرة حامل وطيس فيها. بتدخل اشتاد ولا ما انت بداخله؟ عفو عليك أبدخل اشتاد واللي كفو يقرب. بتاخذ اشتاد؟ عقبني الفنجال إذا ما خذيته. الثقة يبقى ثقة ولا لا يا عيال؟ ولا لا يا عيال؟ مدام الدراهم موجودة يبطي أحد ياخذه وأنا عامر. كفو. يا ابو قبلان الكغلايم عامر يقول انه بيدخل مزاد اشداد بكره. كلموا شبابي هذا والله اللي عاقبنا عقوبه يا ريدي. علي الملازم منه عقوبه. هي بالله عقوبه. انا وش اسوي؟ هو شبه مني وشبه مني. المنافسين من جهه وهو من جهه. انا وش اسوي انا؟ لكن اشداد قدام راسي شم الهواء والله ما يذوقه. أقول لك إيش سويت؟ ضربتها إبرة ببراطمها. ضربتها ببراطمها؟ أنت خليك مع وهبي وهو يجمل اللي ما يتجمل. شايف هاي الناقة؟ رح تصير حديث البلد. وإذا ما ربحتكن جوايز وفلوس
انا ما بكون اسمي وهبي. يعني هذا الابره تنفخ برطم؟ بالضبط. بدك انفخ لك برطمك؟ ضحكتني. اقول لك خلص شغلك، نبغى كل المنقيه تخلص الليله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم المنافسة القوية بين أبو قبلان وصاحب مجلعد، من يفتح الباب المزاد؟ ألف ريال. ألف ريال. ألف ريال. ألفين. ألفين أبو قبلان. خمس آلاف. خمس آلاف صاحب مجلعد. عشر آلاف. عشر آلاف. عشرين ألف. عشرين ألف ريال. ثلاثين. ثلاثين ألف ريال أبو قبلان. خمسين. خمسين ألف. خمسين ألف. ستين. ستين ألف يا أبو قبلان. ثمانين. ثمانين يا راعي مجلعد. مية. مية ألف. مية ألف. والله احترقت اليوم. مية ألف. منافسة قوية. هاي يا راعي مجلعد إيش تقول؟ مية وخمسين ألف. مية وخمسين. مية وخمسين ألف. 150 ألف. ها إيش تقول يا أبو قبلان؟ 150. ها يا أبو قبلان. أقول أعطيه. تحية الجمهور. ألف ألف مبروك صاحب الجلعد. لا داعي لا داعي لا داعي. أشداد لها هلا يا أخوان. اللي ما يقوى أشداد لا يقربه. اتحداك يا المذيع البطل. مشينا يا عيال مشينا. سب الشيخ سب. مر علينا بالمخيم بإذن الله. روح يا أخ كفتة. نعم. البل هذا كله فيها عبث. إيش عبث؟ مضربة أبر وملعب فيها. ما هو؟ يا شيخ يا شيخ انا بعلمك بعلم ما هو بزين. وش انا هي علومك اللي ما هي بزينه؟ منقيتك علامه شراها الكفته طلعوها مع المشرح. وش؟ اي والله يقولون فيها عبث. والله اني خابر خابر ان كفته هذا ما يجي من راه الا الدواهي. من يوم شفت المقرود عامر وانا خابر انه بهذن حظنا ردي. لكن هين انا اوريك كفته لك فت كفت الشر. مش انا مش انا أعطيك الشغل هالحين يا أبو الكفاتي. أعرف وش لونك فتك في الصندوق هذا. أخلي الجميع نسلم يشوفك.